السلام الله عليكم اصدقائي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اذا اليوم ان شاء الله غنحاولوا نديروا ليزيرسيس صفحه 27. اذا عندي هنايا اكزيرسيس 30. parmi ces nombres rationnels définir ceux qui sont non rationnels. اذا ملي قالوا لنا ندفينيغ 100، ملي كاينه 100 يعني ما كاينش واحد، كاينين بزاف. اذا حنا عرفنا شنو هو لو نومبر راسيونيل. نومبر راسيونيل هو واحد النومبر ديسيمو كيكون سواء غولاتيف في الماء ولا لو في البليس. اذا باش انا نعرف شكون هو لي راسيونيل ماشي راسيونيل، هو ندير القسمه الاقليديه ديال 13 مثلا على 3. اذا غادي يخرج لي عدد، الا خرج لي عدد فيه واحد فاصلة ارقام والارقام محبوسين، اذا هذا راسيونيل. لان يعني ما كانش ارقام محبوسين بحال 1.666666، اذا هذا نون ديسيمال. ديسيمو هو يكون فيه فاصله. نمشيو للاكزيرسيس نيميرو 2. قال لك اكري لو نومبر كونفونابل دون شاكون دي زيغاليتي سويف. عندنا لي زيغاليتي خاصنا نكتبوا الاعداد اللي ناقصين. اذا نمشيو نصابوا التمرين الاول ونرجعوا للتمرين الثاني. اذا انطلاقا من القسمه الاقليديه ديالنا، كيتبين لنا بان الاعداد اللي ماشي عشريين هما اللي قلنا كيكونوا فيهم 3 3 3 ولا 6 6 6 ولا 9 9 9 ولا. اذا العددين اللي كي سون با ديسيمو اللي ماشي عشريين هما راه واضحين، وضوء الشمس نهار جميل واضح وباين. اذا هما العدد 13 على 3 والعدد 25 على 3، لان هادو عندهم الفاصله محدوده، العدد محدود، هذا العدد محدود، العدد محدود. اذا هذا ماشي اعداد عشري. اذا نمشيو ننتقلوا للثانيه ديال التمرين الاول. اذا هنا خصنا نقلبوا على الاعداد الكونفونابل باش تساوي الايغاليتي 11 على ناقص 2 تكون كتساوي نفس الايغاليتي. اذا باش نلقى انا لي نوم خصني بعدا ندرس الاشاره ديال العدد. هنا العدد عندي بلس على الموا، هنايا الموا وهنا هي البلس. اذا العدد كيما داير نيجاتيف. اذا السالب باش تساوي الايغاليتي خص العدد الثاني يكون نيجاتيف. اذا العدد التحتاني خص يكون نيجاتيف. هنا عندي 11 جوج فاصله جوج، علاش قسمت؟ قسمت على فاش ضربت في جوج 11. الا بغينا نحولوها من هنا اش خاصنا نديرو؟ نضربوها في 10 فاش يلا باش تساوي خاصنا نضربو جوج، خاصنا نديرو برودوي دو كخوا. يعني بحال اش برودوي دو كخوا؟ نطبقو القاعده الاولى باش تبقاو عاقلين عليها، هي ناقص جوج كنضربوها في جوج فاصله جوج خاص يساوي ليا 11 في واحد العدد، واحد العدد اللي هو اكس. اذا هنا جوج فاصله جوج، باش نحيد هادي، جوج فاصله جوج هي شحال؟ هي 4 4 فاصله 4 4 ناقص 4 فاصله 4 كتساوي ليا 11 مضروبه في داك العدد اللي راه حنا كنقلبوا عليه اكس. اذا اكس شحال كيساوي؟ كيساوي 11 ناقص 4.4 قسمه على 11. ملي غديروا القسمه ديالكم العدد اللي غادي يخرج هو اللي غادي نوضعوه في هذا المكان هذا. اذا هنا غتعطينا ناقص 0.4. اذا هاد 0.4 هي اللي غادي نكتبوا هنا، ناقص 0.4. او لا كاين طريقه اخرى، شنو هي؟ اذا بدنا لهنايا ضربنا 0.2 حتى لتحت خاصنا نضربو 0.2، حتى من هنا لهنا نضربو 0.2. اذا نتوما لكم الاختيار. اذا هنا فاش ضربنا؟ ضربنا في 3. اذا حتى لتحت غادي نضربو في 3 وتعطيني 36، حتى هنا غادي نضربو هو ضرب. هنا من هنا لهنا درنا قسمة على 4. إذن تا 36 قسمة على 4 غتعطيني شحال؟ 9. كقسمة على 4 ماشي. إذن بالنسبة للعملية الثالثة راه هي أصلا خطأ، راه العدد الكسر مقلوب، لأن عندي هنايا خاصني أنا هنا نقسم على 12 نقسم على 31 باش الله عاد نحصل على ناقص 12. إذن تا هنا إلا قسمت على 31 علاش غتحصلو؟ غتحصلو على عدد فيه الفاصلة، ولكن هنا العدد راه ماشي 372 ولكن راه 300 ماشي 300 372 وهنا 374.
إذن هنا غتعطيكم 12 فاصلة شي حاجة، ولكن نحسبوا هذه العملية غلط. إذا نمشيو للسؤال 31. إذا اكزرسيس 31 قالوا لنا نحدوا الإشارة ديال الأعداد. إذا ديتيرميني سون كالكول لو سين دو شاكان دي نومبر سويفون. إذا الأعداد بدون حساب، نحدوا الإشارة ديالهم سون كالكول. إذا هنا قدرنا واحد 8 بحال هذا في الصفحة 26. إذا غادي نجيو هنايا عندنا قلنا كتساوي، عندي ناقص مضروبة في ناقص قسمة على ناقص مضروبة زائد. اللي ما شافش الطابلو راه درناه في الصفحة. إذا هنا ناقص على ناقص في ناقص كتعطيني زائد، قسمة على ناقص في زائد كتعطيني ناقص، زائد قسمة على ناقص كتعطيني ياش ناقص. إذا هذا إشارة ديالو ناقص، هنا ناقص على ناقص كيعطيني زائد، مازال هذا الإشارة ديالو زائد، كذلك ناقص على ناقص كيعطيني العدد زائد. نجي لهنايا عندي زائد قسمة على ناقص كتعطيني ناقص. راه حنا درنا الجدول، ولا مشاوش للفيديو ديال الدرس ديال الصفحة 26 أول فيديو 18 راه درنا الطابلو ودرنا عليه. عندي هنايا هذا زائد، زائد في ناقص في زائد، هنايا ناقص في ناقص في زائد. إذا الإشارات الأولين ناقص في زائد هادو كيعطيوني ناقص، ناقص في الزائد كتعطيني ناقص، قسمة هنا ناقص ناقص زائد هادو بجوج كيعطيوني زائد، وزائد في زائد كتعطيني زائد، زائد قسمة على ناقص كتعطيني ناقص. تنمشي للتمرين الموالي. إذا التمرين 32 كومبليتي ليزيكاليتي سويفون. إذا تمو ليزيكاليتي، أنا أش كنلاحظ؟ كنلاحظ بأن عندي هنا الفاصلة وعندي عددان من مورا الفاصلة. إذا جينا هنا كتبنا العدد بدون فاصلة، إذا غادي نقسموه على 100. علاش 100؟ لأن ملي كنقسمو على 100 الفاصلة كتمشي جهة اليسار. إذا هذا قسمنا على الفاصلة غتمشي تنتقل بعدد ديال الأصفار اللي هو جوج وغتولي هنا. إذا هنايا 100، هنا عندي 100، شنو ندير أنايا؟ غادي نحيد الفاصلة. علاش؟ قلنا لأن ملي كنقسمو على 10 ولا 100 الفاصلة كتمشي جهة اليسار. إذا بشحال مشات الفاصلة؟ مشات بدرجة واحدة. وغادي نكتب ناقص 3 و3، باينة هنايا عندي 1 2 3. شنو هو العدد اللي راني غادي نقسمو باش يعطيني 3 ديال الأرقام مورا الفاصلة؟ كيما هنا، هنا عندنا 2، كتبنا العدد كامل قسمنا على 100، هنا على 1000 يعني 3، غادي نكتبو العدد كامل 3 و2، نكتبو العدد بدون فاصلة. علاش؟ باش إلا قسمنا على 1000 نقسمو 3 ديال الأصفار، إذا 3 ديال الأعداد، ونديرو فاصلة فاصلة ديال. هنايا عندي 2 ديال الأعداد، ولكن عندي هنايا 3 ديال الأصفار، 1 2 3. أنا شنو خاصني ندير؟ خاصني نكتب العدد كامل. إلا كتبت العدد كامل ملي غادي نقسمو على 100 غادي يعطيني 25، غادي يعطيني 25.1. ولكن أنا شنو خاصني نزيد له؟ خاصني نزيد له 0 هنا. إذا أنا نزيدو 0 هنايا باش ملي نديرو القسم على 1000 غنمشيو 1 2 3 ونديرو الفاصلة ديال. إذا إكزرسيس 33، إكخي لو نومبر كونفونون، نكتبو العدد المناسب. إذا لاحظتو معايا 2 10، إذا درت هنا الملتيبليكاسيون فوا 5. إذا فاش كندير الملتيبليكاسيون فوا 5 الفوق، إذا نتا لتحت كندير فوا 5 وتعطيني شحال؟ 15. فوالا مزيان. إذا غنبدل الكولور باش يبان ليكم. إذا من 3 ل 12 فاش جينا الملتيبليكاسيون؟ درنا الملتيبليكاسيون فاش؟ فوا 4 ياك. إذا نتا الفوق غادي ندير من هنا لهنا الملتيبليكاسيون فوا 4 وغتعطيني شحال؟ 8. فوالا مزيان. واخا نبدل عاوتاني الكولور باش تبان لكم، نديرو مثلا زرق. من لو دو، من لو دو لو ان شنو درت؟ ديفيزي باغ ياش؟ باغ دو. اذا قسمت على 2، دونك حتى لو 3 غادي ندير ليها ديفيزي باغ دو. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 1.5. مزيان، دابا مفهوم، مكاينش واحد يقول لي ما فهمتش. واخا اذا نبدل عاوتاني الكولور من هنا لهنا، شنو درت؟ درت ديفيزي باغ دو. اذا لا ديفيزيون باغ دو، حتى هنا غندير لا ديفيزيون باغ دو وغادي تعطيني شحال؟ 0.5. كنظن بأن القضية مفهومة. إذا نحاولو نطبقو هادشي اللي درنا الفوق نديرو لتحت. إذا من هنا لهنا ضربنا في 5 في الموان 5
درنا الميتيبليكاسيون في موان 5، اذا انت هنا غنديرو موان 5 وتعطينا موان 4 هنايا غادي نديرو 1000 غادي نديفيزيوها على 100 على 8 باش نحصلو على العدد اللي راه غادي نضربوه في لو زاد صافي. اذا 1000 غادي نقسموه على 8 دونك ملي غنديرو لا ديفيزيون غتعطينا 125. دونك باش نبدل الكولور باش نمشي من هنا لهنايا خاصني ندير الملتيبليكاسيون فاش في موان 125. علاش؟ لان عندي ويت بوزيتيف وانا عندي لو برودوي نيجاتيف، دونك خاصني شي عدد نيجاتيف اللي غنضرب فيه باش يعطيني. اذا هنايا عندي الموان 7 غادي نضربها في موان 125 غادي تخرج ليا بلوس 875. واه كنظن بانها مفهومه القديم مازال. واه دابا غادي نجي نبدل عاوتاني لو كولور، ندير شي كولور مثلا برتقالي. دونك من 7 حتى 3.2 اش درت انا؟ درت ديفيزي باغ 2، اذا قسمتها على 2. دونك حتى 8 غندير لها ديفيزي باغ 2 غتعطيني شحال العدد اللي هو 2 مازال. نو 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 سي با 2 مي لو 4، العدد ديالي هو لو 4 ماشي 2. اذا العدد ديالي 4 حيت 8 قسم على 2 كتعطيني العدد 4. جيد. اذا 4 شنو درت ليها في اخر؟ درت ليها لا ديفيزيون سور 2. دونك حتى هادي غنديرو لا ديفيزيون سور 2 وغتعطيني هي شحال؟ 1.75 موان 1.75. كنظن بأن ليكزيرسيس راه مفهوم، لا داعي للشرح كثيرا. تقلو ليكزيرسيس سويفون. ليكزيرسيس 34 إكخي سون فيغكول لي زيكخيتور فراكسيونيغ سويفون. إذا نكتبو بدون فاصلة، حنا عندنا الفاصلة خاصنا نحيدو الفاصلة صافي. إذا باش كنحيد الفاصلة دائما كنضرب فاش؟ في 100، في 1000، 10000، 100000 إلى غير ذلك. إذا العدد الأول عندي رقمان من مورا الفاصلة، إذا فاش غادي نضربو؟ غنضربو في 100 غادي يعطيني 22. والعدد التحتاني ملي غادي نضربو في 100 أش غادي يولي؟ عندي رقم واحد من مورا الفاصلة، إذا غنضربو في 10 غطي الفاصلة وغنزيدو صفر لأنني كنضربو في 100 الفوق والتحت. باش غادي نفسر ليكم هادي، نفسرو غير الأولى باش تبان. إذا عندي 0.22. باش نحيد الفاصلة خاصني نضربها فاش؟ في 100. إلا ضربت العدد ديالي الفوق في 100 باش ما يتغير لياش العدد خاصني حتى تحت نضربو في 100. كنضرب دائما في نفس العدد، ماشي لتحت عندي فاصلة واحدة نضرب في 10 ولا لا. إلا ضربت الفوق في 100 حتى لتحت كنضرب في 100 صافي. إلا ضربت أنا هنايا ضربت في 100 نفس العدد كنعاودو هنايا في 100. اذا هنا غتحيد لي الفاصله تعطيني 22، وهنا الفاصله غتنتقل بجوج درجات، هاد الدرجه الاولى وعاد غنزيدو الصفر الثاني. كنظن بان تفهمت. نزيدو العمليه الثانيه مباشره. هنا عندنا عددان من مورا الفاصله، اذا غادي نكتبو العدد ديالنا كامل. غادي نضربو في 100 باش نحيدو الفاصله، ولتحت غادي نضربو في 100 غتولي 800. 8 في 100 هي 800. هنا كذلك عندي جوج اصفار، غادي نكتبو العدد ديالي كامل لان ضربناه في 100 باش نحيدو، ولتحت غنضربو في 100 بحال العدد الاول، اذا غادي نزيدو ليه صفر. هنايا العكس صحيح، هنا عندي تسع ديال الاعداد فاصلة، اذا فاش غادي نضرب؟ غادي نضرب في 1000. اذا عندي هنايا ناقص 98 غادي نكتبها كامله. عندي عدد واحد من مورا الفاصله، اذا شحال غنزيد؟ نزيد جوج ديال الاصفار، الصفر الاول الصفر الثاني، والتحتانيين غادي نكتبهم تركيلي جوج. علاش؟ لانني ضربت فاش؟ في 1000 مزيان. لكن هنا على 4 ماشي صفر مزيان. قال لي العدد الاخير عندي هنا 1 2 3 4 ديال الاعداد ورا فاصله، اذا نضرب 10000 غنديرو نبينوها باش نبينوها لكم حتى فاصله 13 باش نبينوها لكم، حيت كاين اللي غيدوخ. غنضربوها في واحد وعدد الاصفار اللي عندي لتحت، عندي 4 1 2 3 4 حتى لتحت نفس الشيء، ناقص 1.0121 حتى هي غادي نضربها قلنا في نفس العدد اللي هو 10000.
اذا الخارج ديالي هنايا غيبقى لي العدد كامل كومبلي اللي هو ناقص 1121، والفوق عندي غنكتب 13، هما مشاو جوج ديال الارقام، ها هي 13 مشاو جوج ديال الاصفار، جوج ديال الاصفار بقاو جوج اصفار اخرين غادي نزيدوهم. اذا نمشي ليكزيرسيس الموالي، اذا ليكزيرسيس 35 تخوفي ان نومبر راسيونال كي يا بور ديميراتور 10 اي كي سوا ايكال اكدا. اذا نوجد خاصنا نوجدو واحد العدد اللي هو راسيونال بحيث المقام ديال البسط ديالو كيساوي 10 وهو كيساوي 28 على 10. اذا كي غنديرو ليها قالنا العدد راسيونال، اذا عندنا البسط ديالو 10 المقام ديالو هو اللي كنقلبو عليه، ولكن الشرط اللي عطاني خاص يكون كيساوي 28 قسمه على 10. اذا شنو هو هذا العدد هذا؟ اذا باش نلقى العدد ديالي خاصني نشوف العدد هنا. الا جيتني واحد المقام لا، اذا غندير برودوي دوك خوا، غنسمي انا هذاك العدد اللي راني كنقلب عليه غادي نسميه ا، نسميه مثلا ا. اذا باش تكون عندي المتساويه صحيحه اشنو خاص يكون عندي؟ هذه تكافئ ماذا؟ ان 28 مضروبة في ا كيساوي 10 ضرب 10. اذا هذا بخدوي دوك خوا، اذا ا العدد اللي راه كنقلب عليه شنو غيساوي ليا؟ يساوي ليا 10 ضرب 10 قسمه على 28. اذا نحاول ندير سامبليفيكاسيون، ندير سامبليفيكاسيون بلو 2 غتبقى لينا هنايا 5 وهنا غتبقى 14. عاوتاني نديرو سامبليفيكاسيون بلو 2 غتبقى لينا عاوتاني هنايا 5 وهنا غتبقى لينا 7. اذا ندير ايكال، اذا العدد ديالي هو 25 على 7. اذا 25 على 7 هما قالوا لنا يكون نومبر راسيونال، اذا ولكن اللبس ديالو انا ما خاصنيش شرط، خاصني نقسم هذا العدد 25 على 7 نشوف شحال كيساوي. صافي نخليو العدد ديالنا بحال هكا. اذا هذا هو العدد اللي راه كنقلبوا عليه، ونجيو نكتبوه بلاصه الاب حيت غادي يخرج عدد عشري. اللهم نكتبو هنايا هذا فدا مقسوم على هذا كيعطيني هذا هي 25 على 7. نمشيو 28 على 2.8. اذا اكزيرسيس 36 ميم اكزيرسيس كو ليكزيرسيس 35 بحال بحال، غير هنا لا ديفيرونس هما قالوا لنا هنا الدينوميناتور، قبيل عطاونا النوميراتور دابا عطاونا هنا الدينوميناتور. تروفي ان نومبر راسيونال كي بور دينوميناتور 21 اي كي سوا ايكال ا موان 15 سيغ 9، نفس لا ميثود نفس الطريقه. دونك غنعتبروا بان الدينوميناتور ديالنا غنقلبوا على النوميراتور ديال هذا العدد، دونك غنعتبروا بانه هو اكس غادي نقلبوا عليه. الدينوميناتور عندنا هو 21، اذا خاص ليك وخاص تكون عندنا ليغاليتي بينو وبين ايكال سوا ايكال هما ايكال، يعني ايكال موان 15 سيغ 9. اذا عندي جوج طرق تكافي، نقد نصاوب الطريقه الثلاثيه كلكم كتعرفوها. اذا خصني نحدد لا فالور دو اكس، خصني نحدد القيمه ديال هذا العدد اكس. اذا غندير بان اكس كيساوي هو هذا في هذا مقسوم على هذا، يعني هذا العدد كامل اما كنديرو لو برودوي نف اكس، نف اكس كيساوي لنا 21 فوا نف اكس. اذا غادي نقسمو على اكس غتعطيني هنايا موان 15، موان 15 ميتيبلي في 21 ديفيزي سيغ 9. اذا هذا نف كتساوي هذا فوا هذا، دونك ايكال هنايا غادي نسامبليفيو، دونك غادي نسامبليفيو هنايا غادي تعطيني دينوميناتور فوالا الدينوميناتور هو 21 فوالا. دونك غادي نسامبليفي هنايا فوا 3 غتبقى ليا 5،
وهنايا طروا غتبقى ليا طروا، عاوتاني نسامبليفيو نبدل الكولون، نسامبليفي هنا بار طروا وهنا بار طروا، تبقى ليا هنايا سات وهنا ا. دونك لو نومبر غاسيونال ديالي الخارج ديالي هو موان موان 5 ملتيبليي فوا 7 ديفيزي بار، اذا كيساوي هو موان 35. اذا هذا هو العدد اللي رانا كنقلب عليه موان 35. اذا نحاول انني نحبس السلينا باش ما نطولش الفيديو بزاف وما تملوش. اذا ما تنساش انك دير ابوني في لاشين سكولا توب، ودير لنا واحد لايك تحفيزي للقناه، بارطاجي الفيديو مع اعز الاصدقاء ديالك باش تعم الفائده. خليكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.